عمرك سألت نفسك يعني ايه قروض مشتركة وليه البنوك بتعملها وازاي اكتر من بنك بيشارك في قرض واحد وازاي المشاريع دي بتساهم في المشروعات الكبرى؟ بانكير نبض البنوك. في السنين الأخيرة بتتشارك البنوك المصرية في توفير قروض مشتركة من أجل توفير الأموال لمقترض واحد بموجب شروط وأحكام مشتركة، وزاد استخدام القروض المشتركة في الآونة الأخيرة بسبب النمو الكبير في حجم المشروعات. طب إيه هي القروض المشتركة أصلاً؟ فكرة القروض المشتركة بتعود لبعض الأسواق التجارية اللي كانت بتقام في مدن غربية لما كانت مجموعة من المقرضين بتقدم التمويل اللازم لعملية واحدة تفوق قدرة الممول الواحد. يعني القرض المشترك ببساطة هو اشتراك أكتر من جهة في تمويل وإقراض جهة معينة لتوفير السيولة اللازمة للقرض في حال كبر حجم القرض وعدم قدرة جهة واحدة على توفيره. وبمرور الوقت الفكرة تطورت وأصبحت فن متقدم ونمت من حيث الحجم والأهمية، وصلت لمستوى خلاها وسيلة هامة من وسائل التمويل في المجالين الدولي والمحلي. وبتعرف القروض المشتركة بأنها قروض كبيرة الحجم نسبيا وبتم تنظيمها لصالح جهة أو مقترض معين بمشاركة مجموعة من البنوك والمؤسسات التمويلية تحت قيادة بنك أو مصرف معين يؤدي دور مرتب التمويل وبيديره بالشكل الأمثل. وليه نشأت القروض المشتركة؟ نشأت القروض المشتركة إما بسبب عدم قدرة أو رغبة البنك الواحد في منح قروض كبيرة لأسباب مختلفة أو لتجنب تحمل مخاطر عالية ناتجة عن حجم القرض الكبير. وإيه هي أهمية القروض المشتركة؟ بيحصل المقترض من خلالها على مبلغ مالي كبير خلال قرض واحد، وهو ما يجعل تكلفة الإقراض أقل، ومن خلالها بيتم توفير المزيد من الفرص لتحقيق الأرباح للبنوك مع توزيع المخاطر بين المقترضين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وبتمتلك البنوك المصرية سجل حافل في ترتيب القروض المشتركة وإدارتها، وتحديدا البنك الأهلي واللي بيعد الرائد الأول للقروض المشتركة في السوق المحلية، وكمان بنك مصر، وعلى مستوى كمان بنوك القطاع الخاص في بنوك ميد بنك والبنك العربي الافريقي والتجاري الدولي. ونجح البنك الاهلي في ادارة وترتيب وتسويق 6 صفقات تمويلية بقيمة اجمالية بحوالي 18.8 مليار جنيه خلال الربع الاول من عام 2024. وفي اغسطس 2023 شارك ميد بنك في قرض اسلامي مشترك بلغت قيمته الاجمالية 1.65 مليار جنيه لصالح شركة الخرافي ناشونال بحصة تمويلية 300 مليون جنيه قيمتها. وشارك في تمويل بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر كمرتب رئيسي بالإضافة لدوره كوكيل التمويل ووكيل الضمان، وكمان بنك البركة مصر وبنك العقار المصري العربي، وكمان بنك التعمير والإسكان وبنك التجاري وفا مصر. وفي ديسمبر 2023 أعلن مصرف المتحدة التوقيع على المشاركة بحصة تمويلية بقيمة 365 مليون جنيه ضمن قرض مشترك 2 مليار جنيه يقود البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية. وفي يناير 2024 قاد بنك مصر تحالف مصرفي بمشاركة بنك HSBC مصر بصفة المرتب الرئيسي الأولي و AI بنك بصفة المرتب الرئيسي الأولي. كمان اتفقوا في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر. كانت معكم هالة فاشيتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.